وأكثر من الدعاء وأنت في الصلاة في السجود. فإن الدعاء في السجود سنة هجرها كثير من الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء. رواه الإمام مسلم. فيدل هذا الحديث الشريف على مشروعية الدعاء وعلى سنية الدعاء في السجود، وقد هجر ذلك كثير من المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء. وكذلك في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي رواه مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم، فقمن أي حري أن يستجاب لكم. جزاك الله خير.